السلام عليكم، اليوم راجع لكم مقطع جديد. المقطع اليوم حيكون مأخوذ من البث، سويت بث قبل تقريبا 4 أيام أو 5 أيام أول ما جدد اللبس. فوأنا في وسط البث قررت إن أنا أسوي اللي هو سولو شو على اللبس الجديد، وصراحة كان أسهل من اللي قبل. يعني صح إن واجهتني كذا كم مشكلة وحتشوفوها إن شاء الله في البث، لكن كعموم كان أسهل من اللي قبل بسبب وجود وحشين أو أكثر، لأنه تعرف أنت شاو سي 6 يحتاج يكون في أكثر من وحش قدامه، فهذا ساعدني كثير. يعني بستعرض لكم البيلد. طبعا المقطع اللي قبل ما بينت البيلد كامل، قلت ابين لكم هي هذه المره. الكريتريت على الكريت دامج، طبعا هذا البيلد الاساس اللي دائما العب بيه. يعني السلاح اللي هو الهوما، ارتفكتات 2 شيمناو و2 جلادياتر. سويت مقطع عن الارتفكتات وبالاخص الاتاك، سويت عنه مقطع، بترك لكم المقطع في التعجب، بترك لكم هو في التعجب اللي فوق على اليمين اتوقع، مديكم ترجع تشوفوه. يعني طبعا سي 6 تربل كراون. قبل ما اختم المقدمه واترككم مع الجيم بلاي، في نقطتين ودي انوه عنها، موضوع الاشتراك وموضوع اللايك وموضوع النشر. اتمنى يعني صراحه اللي بامكانه ينشر المقطع او بامكانه يعني يشترك ويوزع بين اصحابه، يعني لانه صراحه المقطع هذا او المحتوى هذا اليوتيوب العربي ما في، يعني تقريبا اول واحد انا مسويه، ودي احصل عليه دعم من ناحيه الفيوز، من ناحيه النشر، من ناحيه يعني الواحد يحس الاشياء اللي سواه. ويعطيكم العافيه ومشاهده ممتعه. ليش غلق الحين؟ أتصدق ما أكلت ولا ضربة عند الحين؟ لا والله شت بسرعة لازم. ايوه شو تسوي؟ حلو اتعبكم اتعبكم بالحركات. حترفس صح؟ هي حبيبي
نتاجين انا اعرف خلاص حبيبي حافظكم. ايش بتسوي كمان؟ ايوه ليزر حلو. نتاجين يا ابوي شو تسوي؟ يلا مدري فكلتي. ايش رايكم شباب؟ فك الو موضوع حامي صراحة. هذا ليش ما راضي يدخ؟ تكفى كابتن طيح. كابتن ارحم امك. والله كابتن ذا مرة تطيح. والله صعب. كلا ليفل 100 ذولي والله دمج معي.
قبل ما نختم المقطع بوريكم التيم الثاني اللي هو تيم بال. بنت طبعا مسوي لنا مقطع كامل شارح فيه الاشياء المهمه في بنت، ومسوي يعني زي الشرح كذا بسيط. بترك لكم برضه رابط المقطع اللي حابب انه يشوفه. بيلد كازوها اهم حاجه يكون اللي هو فرست من الست هذا زائد الالمنت الماستري، بس يعني دمج اضافي. بيلد ساره طبعا في المقطع ما كان زي كذا للامانه، كنت ناسي احط لها السلاح مع ان السلاح كان اهم حاجه. كنت حاط لها سلاح ليفل 1، حتى لو تلاحظوا الدمج بوريكم كم لقطه الدمج مره اللي قاعد تسويه ضعيف، فعشان كذا يعني مظلومه كانت في المقطع. لكن عموما البلد هذا كويس لها، السلاح هذا طبعا عشان البيس اتاك. التالنتات هنا ما يهم، يمديك تعطيها 2 نوبلس، يمديك تعطيها 2 شبناو، 2 جلاديتر، يعني بالستايل اللي انت تحبه. يعني يمديك تعطيها فل نوبلس برضو تفيدك، يعني زي بنت اذا ما كان عندك بنت مثلا في التيم. سي 6 هو اهم حاجه، يعطيك 60 كريت دمج. تالنتات بس. والله اتمنى انه عجبكم المقطع. طبعا المقطع اللي كذا صراحه كان عفوي جدا، ماخذ من البث حتى يعني ما قصيت منه اي حاجه، يعني نزلت لكم زي ما هو. بس قصقصت بعض اللقطات اللي يعني تكون مثلا فيها سكوت او وقفه او استراحه، يعني اللقطات اللي مت فيها صراحه ما سجلتها ولا كان ودي احطها ككواليس. بس يعطيكم العافيه. طبعا فكره المقطع الجاي ان شاء الله بيكون عن بال، بما انها نازله تنزل قريب هي كوكومي، فبشرح لكم عن بال، وبرضه بسوي تجربة بكم سلاح، يعني بحاول اسوي لكم كذا شرح بسيط اللي بيطلع بال ما لحق عليه في اول ما نزلت. فهذا اول ريران، وضروري انكم ما تفوتوا الشخصية هذه. موفقين ومع السلامة.